أني ما خرجت لأجل دنيا، ولكن كي أعيد لنا الحصون، ليحيا شعبنا حرا كريما يسير على خطى الهدى نبينا. أنا الفاروق، أنا الفاروق، أنا الفاروق، صفوف قوم مجرمين أبابيل السماء على الأعالي وسجين يذل الظالمين. الشخصية الوطنية عند الناس تكون فيها مواصفات، مش أي إنسان تسميه شخصية وطنية. مش من شخصية وطنية، وهذا في الحقيقة المفروض الشعب الجزائري، مش الجبهة الإسلامية للإنقاذ، الشعب الجزائري من حقه يرفع دعوة ضد نصار. ما هربش من فرنسا ولا هرب؟ هرب بالطيارة ولا لا؟ علاش هرب؟ لو كان عارف باللي ما دار حتى حاجة كان يقعد في فرنسا. هرب لأنه يعرف باللي قتل وجر البلاد إلى حرب أهلية. قال عليه صحافي باللي علي بالحاج هذا مجرم، كتبها في الجريدة، وهذا متسبب في قتل 1500 إنسان. رحت أنا دار الصحافة، أنا من كرديش، نقول صراحة رحت دار الصحافة قلت لهم وريوا لي هذا الصحافي اللي يقول أنا قتل، كيف راني حي؟ يعني دار لي تهم المؤسسة العسكرية ما دارتها ليش. أنتم تتصوروا باللي واحد قتل مليون من 1500 أنعم يكون يسور ويجوز؟ هاني يديوني كل أسبوع، صح نتحداهم يجوزوني للعدالة، نتحداهم يجوزوني للعدالة، خش هذا النظام ما عنده حتى شرعية. احنا الحمد لله رب العالمين، وشهد شاهد من والفضل ما شهدت به، هذا حكم في حق العبد الضعيف من الأمم المتحدة، لجنة ماذا؟ حقوق الإنسان. قالت باللي 12 سنة هذه اللي جوزها حبس هذه كلها باطلة، وقالوا للدولة لازمكم تعوضوا له على ماذا؟ 12 سنة هذه اللي جوزها في الحبس. وأصدرت حكم في حق ماذا؟ الشيخ عباسي مدني ذكره الله بخير. وها هذا هي النسخة انتهى الحكم. وقالت المحكمة العسكرية ليست كالمحكمة المدنية، لأن المحكمة العسكرية يحكم فيها وزير الدفاع، ووزير الدفاع في ذلك الوقت كان من؟ كان نزار. إذن الذي حكم علينا هو نزار. فكيف يا بوتفليقة اللي جيت وقلت بأنك جيت بس تطفي نار الفتنة؟ هذا نزار يحضر المشاورات ويزيد يمد الأوامر ويزيد يسفه البرلمان ويسفه كل شيء، ونحن أيها الإخوة تقولوا علينا دعاة العنف وقد أقصانا الشعب. ما لكم كيف تحكمون؟ ماذا ستقولون لله يوم القيامة؟ فنحن الحمد لله رب العالمين شرعا لم نقترف اسما، أما اللي يقول عملته ودرته يقول على روح. قالوا علينا في الجرائد، قلت لك لما رحت الجريدة قلت لهم يا سيدي قابلني أنا قتلت، وريني وشكون هذا اللي قتلته. فلم يستطع الصحافي أن يقابلني ولو لحظة، وبقى في البيرو تاعو متخبي، لأن 12 سنة داروا رايهم، كذبوا علينا وكتبوا في الصحافة والجبهة الإسلامية هي مصدر كذا وهي مصدر كذا وهي مصدر كذا وهي مصدر كذا، ولكنهم لم يعالجوا جذور الأزمة. ربي قال في القرآن الكريم وهم بدأوكم أول مرة. الأخ عبد القادر حشاني الله يرحمه برحمته، كلكم يعرف بأنه كان حكيما وكان رجلا عاقلا، واستطاع بفضل الله عز وجل ثم بفضل إخوانه وجهده وطاقته أن يقود الجبهة الإسلامية للإنقاذ، ونحن داخل السجن أن يقودها إلى النصر، صح ولا لا؟ النهاية نتاعو قتلوه
والذي قتله قال أنا أمرني جنرال فلاني بكذا وكذا. وهذا الكذب الذي عملوه سوف نعمل بإذن الله عز وجل على بيانه للناس بإذن الله عز وجل وكشفه. وإحنا قلنا عديد من المرات إذا كان الدولة هذه تقول بلي أنا قتلت 200,000 وأنا اللي سببت الخراب نتاع البلاد، أنا العبد الضعيف إلى الله عز وجل، أنا أقول لهم سجلوا قائمة الاتهامات وديوها إما الأوكامبو وإما الدول هذه كارلا دو بونتي هذه اللي راح تحارب تحاكم مراسيل شهادة عدنا تاع هولندا المحكمة الدولية. ما ناش خايفين اللي خايف اللي هرب من فرنسا. ما احنا كي نروحوا ما نهربوش. شموا الأنوف من الطراز الأولي. لم نسرق ولم نخطف ولم نعتدي. قلت له دلنا عمل سياسي، عملنا عمل سياسي ونجحنا. وإذا حبيتوا ها المحكمة الدولية، وهذه داخلة فيها الجزائر، والجزائر موقعة على اتفاقيات دولية في الحقوق السياسية والمدنية، وهذا بالنسبة لها الجزائر هي اللي وقعت على ماذا؟ على هذا. وبدليل أنها دامت المدة على المحاكمة شاركت فيها شحال من دولة، دامت حوالي 3 سنوات ليخلصوا. الجزائر قدمت التقارير تاعها وهما قدموا التقارير تاعهم، ومن 2007 الحكم أصدر وقالوا لهم في خلال 3 شهور لازمكم تعوضوا له وتعطوا له حقه، وهذيك 12 سنة ما لازمش كاع يجوزها في الحبس. لا إله إلا الله، الحمد لله شرعا هذا اللي يكفينا. ولكن نستطيع أن نناقش الغير أيضا حتى بالقوانين تاعها. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. ما حبيتوش تعملوا بالقرآن، قالوا من النبي جيبوا التوراة تاعكم وتسيبوا فيها نفس الحكم. لأني ما خرجت لأجل دنيا ولكن كي أعيد لنا الحصون، ليحيا شعبنا حرا كريما يسير على خطى الله نبينا. أنا الفاروق فرق بي إلهي وشق صفوف قوم مجرمين. أبابيل السماء على الأعالي وسجيل يدل